ما حكم من يخصص يوم الجمعة لحلق شعر العانة وتقليم الأظافر ونتف الإبطين؟ لا تحديد يوم الجمعة، المطلوب أن إزالة هذه الأشياء إذا طالت ولا يتركها تطول، وآخر حد 40 يوم كما في حديث أنس وقت لنا في قص الأظافر 40 يوما، وإذا أخذها كل أسبوع فهذا أحسن، ولكن لا يخصص بيوم الجمعة ولا بغيره، في أي يوم من الأيام تيسر له ذلك. نعم.